شرفتونا. شرفتونا مجددا مشاهدينا، حلقة الجمعة متابعة أكيد مباشرة على الهواء، واللقاء مع أماني حسن، فيجوال آرتس كرييتر. أماني صاحبة التجربة بالفنون البصرية وأستاذة الفن التشكيلي الشابة. بورتري أماني وأعمالها ضمن هاللقاء يلي بيجمعني فيها. أهلا وسهلا فيك أماني. بداية حب أتعرف عليك أكثر، على دراستك، على المنحة يلي حصلت عليها، وقديه كان هيدا الشيء حلم من الصغر. تخرجت فعليا من الجامعة اللبنانية، كانت هيدا المرحلة إذا بدك مثل حجر أساسي بالمسيرة الفنية، وكان جوا كتير حلو جامعة هونيك. ومن بعدها حصلت على المنحة كاملة بموسكو، وفعليا بالجامعة اللي أنا كنت أحلم، كنت حطتها يعني first list. حلو. أول وحدة وتحقق هذا الحلم الحمد لله. أوكي، إذا بدنا نجمع بين الخبرة يلي اكتسبتيها بالجامعة اللبنانية والدراسة أكيد، والنظرة الثانية يلي بتكون موجودة بالغرب عن الفن، شو اللي اختلف بين الجامعة اللبنانية وبين موسكو؟ الاختلاف هو بده يكون شاسع، لأنه هو مرتبط بالحالة الاجتماعية والبلد وتقاليده والتاريخ تاعه، الحضارات والثقافات كلها. نوصل للحضارات، نوصل للثقافات، نوصل لطريقة التعامل، لأنه هذا كله بيبني الفنان، بيبني الجامعة كيف أسسها التربية الفنية بدها تكون خلال تقنيات الرسم. بيقولوا أنه الفن موهبة أولاً أماني، قديه هالموهبة يمكن من انت وصغير اكتشفتيها ونميتيها لاحقا، وشو اللي بيغلب اجمالا بين الموهبه والدراسه؟ الاساس هو اكيد الموهبه. في الواحد ما يكون عنده موهبه بس يتعلمها، صح، بس بيوصل لمطرح محدود جدا. اللي عنده موهبه كيف بدي اقول لك، هي بتفرق بين انه مثلا الشاعر ما فينا نعلمه احساس الشعر، صحيح، بس انه فينا نعلمه الابيات. اما الرسام فينا نعلمه قواعد الرسم، بس في روح معينه بتخلق معه، يعني هذه نعمه من الله. فهذا هو الفرق اذا بدك. وما بعرف قد ايه هيك الفكره صح، ولكن على طول بنقول انه فنان تشكيلي رسم يعني ايضا نحت، وينك من موضوع النحت؟ صحيح. هلا بهذه النقطه بالذات اذا بدك، كان سؤالك نقطتين منفصلين، هو بينجمع بنقطه واحده، لانه لحتى نفهم اكثر الرسم هو كمان عالم نحت بمطرح، يعني بالناحيه اخرى لنقدر نشوف، او اذا بدك نترجم الفكره على ورقه مسطحه مفروض نكون عم نشوفها من كل الجوانب، نقدر امرار ننحتها قبل ما نرسمها وبالقلب. بس ما ننحت بنرسم اكيد قبل ما نروح على المنحوته. خلينا نشوف نحن وياك والمشاهدين هيك نبذة عن شغلك قبل ما نفوت بتفاصيله وتخبرينا عن التكنيك اللي بتستعمليها، وناخد كل المعلومات. منشوف فيديو ومنرجع لك. أماني، أنا شفت بالفيديو نحت، شفت رسم، بس شفتك كمان عم ترسمي بالفحم. صحيح. أوكي، تعطينا تفاصيل قبل ما بلش بأسئلة الحشرية بقى. أوكي. لأتعرف أكثر وأكثر على هيدا النوع من الفن. أوكي، اختياري لمادة الفحم هو بسيط كتير ورقيق كتير. الفحم فيها كل العناصر
الأرض، الهواء، النار، الماء، المحولة بالآخر لفحم. ومجرد ما تنحط بنفخة واحدة بتطير. فحتى رسم اللي عم بشتغله هو هالقد رقيق وهالقد فراجل. هي رقيق، هي هو الفحم بيحكي، ما بينعمل ولا بأي مادة تانية غير مع الفحم. شو حلو كيف صورت يعني هيدا المادة وهيدا التطبيق. بس في شعر، عن جد في شعر بالطريقة يلي فسرت فيها. قدي الرسم على الفحم أماني بيجعل الفنان محدود ومسجون يمكن ضمن مواضيع محددة أو معينة؟ أوكي، خلينا نقول لكن هذا السجن هو ما له حدود. لأنه بطل سجن، صح. هلا بدي أقوله أنه هو ما أنه سجن فعليا. بالعكس، الواحد طول ما هو عم بيتطور في يبلش بالرسم، في ينتقل لمراحل أخرى، في يرجع للرسم، يجرح لمرحلة أخرى. فما بحياتها كانت أساسا هي ضمن فكرة الرسم، أم هي فكرة الفنية ضمن العمل الفني. الرسم هي وسيلة، أما يعني مثل الحياة هالقد واسعة فعليا، هالقد واسعة. طب كونه الرسم بالفحم يعني بيطلع اللوحة ناشفة من حيث الألوان، هيدا الشيء إضافي أم مثل ما قلت كتار بيقولوا إنه اللوحة ناشفة بس تكون بس بالبلاك أند وايت؟ هلا بتختلف التعبير، بيختلف الآراء على اللوحة، بس الفكرة الأساسية هي تعولها، هي مش كفكرة على لوحة واحدة، أما هو سري أو فكرة معينة مثل ما كنا عم نقولي فكرة فنية. الكونسبت تعوله هو أنه أنا لغيت فكرة اللون، لأن اللون بيحدنا إذا بدك بفكرة معينة. بصير نحن عم نعمل إذا بدك مثل عم نحكم عليه، عم نحكم على اللون، اللون بيأثر فينا أكيد بشو ما كان تدرجات تعوله. فأنا سحبت فكرة اللون ورحت لأعمق. إذا بدك صورت الغرض بقلب البيت، جردته من اللون، وطيت الضوء شوي وخليت بيني وبينه هيدي العلاقة شو هي الأمبيانس حطيتها. شو حلو. لكن اللي بيسمعك عم بتفسر بهيدي الطريقة طبعا في عمق، في مبرر، بس ما بعرف قدي الأشخاص يلي بيعلقوا هاللوحات عندهم بالبيت بيفهموها. هل بتشرفي على هيدا الموضوع؟ لا تاخذ اللوحه اماني حقها، فهمت لازم عليك. عن جد انه الشخص اللي عم يقشعها بالبيت او اللي علقها عنده بالبيت يكون فهمها، صح، عارف لقيمتها. اوكي، هلا هذا السؤال بالنسبه لي مقسوم لشقين. الشق الاول انه انا بعده قراري قبل ما هي اللوحه تبطل بين ايدي، فالقرار بعده بايدي. ثاني الشق هو انه اذا في حال في حدا فعليا حابب ياخذها، انا بدي اكون عن جد عم شوف كيف بدها تنحط، وين بدها تنحط، مين بده ياخذها. كثير بهمني اكيد هذا الموضوع، لان في وراها فكر، في وراها مثل اي فنان، في وراها فكر، في وراها خبره. فمش لازم تنحط اساسا، ما بحفظها على في ما تكون على حيط، مش ضروري الروحه تكون على حيط. صحيح، في امور ثانيه تكون بمطرح بتعني له لهذا الشخص اللي عم ياخذها، تكون عم تعطي معناها هونيك اكثر ما تكون على حيط. لانه كتير فكرة اللوحة exactly. لوحة مش على الحيط، يعني اللوحة هي الفكرة الفنية. أمرار واحد خلص بيروح فيها يمكن ينسقله الأكيد أنه على الأرجح أنه يتقدم بفكرة معينة أو يتراجع. تنحكي شوي عن ثقافة الفن التشكيلي بما أنه فتحنا هيدا النافذة أماني. قدي في ناس عن جد بتقدر هاللوحات، بتقدر هيدا النوع من الفن، وقديش في ناس بتفهمها؟ اوكي، اذا سؤالك عن الناس اللي عندنا بالمجتمع العربي او بلبنان، اكيد لا شك انه عم بيطلع اذا بدك مجموعه عم تبحث، هيدا الشيء بيريح. اما اذا بدك في مجموعه سابقه يعني بيطرحوا الاسئله اللي بدهم اياها، بس بيبقى العمل الفني بقوته، بيروحوا بقلبه لو شو ما كان في قدامه. طبعا طبعا. جينا سؤال على الواتساب من مشاهد بيسألك وين بتنحط اللوحة إذا مش على الحيط. أنا بعرف أنه هلأ كمان كتير داجة واحدة من الأفكار أنه تنحط على الأرض، مع أنه كتار حيربوني بس شافوا عندي لوحة على الأرض قالوا لي حرام تكون على الأرض. أنا ما شفت حرام، شفت أنه هناك مطرحة، هناك عاطية الشيء اللي لازم يمكن يكون هالقد
واضح بالبيت. خلينا نعطي هيك المشاهدين أفكار أكثر. أوكي. بتوافقين الرأي؟ أنا أكيد بوافق إنه على الأرض مش حرام اللوحة. هي الفكرة، هي الفكرة مش نلقية، قصدي مش على الأرض، هي الكلمة بشعة. لا، ما هي أنا هون بدي أقول إنه نحن عنا أفكار سابقة على كل كلمة. هو لو نحن منجرد عن جد فكرنا، منسلمه شوي، من يعني إذا بدك منعطيه شوية عنبر، نروح حود إنه على الأرض، إيه خلي خبرية أرض. في فنانين كبار إيطالية فرنسوية عملوا أعمال أساساً هي على الأرض، أساساً مفروض الواحد يكون عم يمشي عليها ليصير في تفاعل بيناتها. فما دخل إذا لوحة على الأرض، على على السقف، في منهم بدك تكون عم بتقربي لتشوفي شيء معين بقلبها، فبطلت خبرية على الحيط، صارت بقلب العمل بحد ذاته. فحسب فكرة اللوحة هي بتنحط. واضحة كتير الفكرة، وكتير حب هيدا الحس البويتيك اللي عندك عن جد، انه الفنان فنان بكل شيء. خلينا نحكي شوي عن المعارض يلي شاركتي فيها. بعرف انه كان في مشاركة ببيت مسك، صح، بزيكو هاوس، صح. مين كان مشارك ايضا، وبأي اعمال شاركتي، وكيف كان التفاعل اماني؟ ببيت مسك وبزيكو هاوس بالمطرحين كنا مشتركين مع أرنلي غاليري، صديقتي زوفيك أرنليا، وجه لها تحية سبق واستضافتها كمان، كل الحب لها ولكل الأفراد اللي عم يشتغلوا. كانت المشاركة كتير حلوة ببيت مسك، كانت نحنا وغير يعني غير ناس، يعني كان إذا بدك طويل مجموعة كبيرة، صح. أما زيكو هاوس لا، كانت بس فرقة أرنلي غاليري، أنا واحدة منهم. كان الجو كتير حلو، وهيك مثل إذا بدك أحيا بيناتنا، هيك خلايا كانت ميتة، فهيك أحياها بطريقة كتير حلوة فنياً عم بحكي واجتماعياً. حسيتوا إنه بعد الدنيا بألف خير؟ طبعاً، مجرد أساساً ما يكون واحد قدام لوحته بحس الدنيا بألف خير. فكيف إذا شايف في عالم عم توصلوا المشاعر، في عالم مهتمين بعضهم بهذا الموضوع، عم تتفاعل وتقدر، صحيح، لأنه المجتمع رح يضلوا واقف على إجراءه طول ما في بعد حس فني ورقي فني. بس بدهم يحاربوا البلدان، بيحاربوا أول شيء الفن والتاريخ. صحيح، 100%. خلينا ننتقل معك لمعرض بجابان شاركت فيه، بدي أعرف كمان شو أضافت هيدي التجربة لأماني. بجابان اشتركت بلوحة بعلبك واحد. هيدي اللوحة كمان أسود أبيض، بس مش بالفحم، بالإنك، بالحبر. فعليا بالأقلام 0.2 0.5، بس هي كانت 1.30 متر ب90. هيدا اللوحة إذا بدك أنا بديها تكون بهداك العالم، العالم الجديد بسموه اليابان، بديها تكون هونيكة، لأنه أساساً بس حسيت فيها هيدا اللوحة كنت عارفة إنه مش هلأ وقتها، فحسيت الكل لازم تكون بمطرح عن جد لح يفهموها، وهيدا اللي صار. هيدا هي اللوحة؟ صحيح. بعلبك. ليش بعلبك تحديدا؟ لانه حبيت السؤال، لانه من بعد ما جيت من موسكو، اساسا انا بموسكو تحقق لي 13 حلم. 13 حلم. شو هن فينا هيك؟ اكيد اكيد بدي اعرف شو اضافت كمان. ايه، كفي 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 بهذا السؤال. فالفكره انه يعني اساسا هونيك الواحد بيتاخذ بالعوالم اللي عن جد الضخمه والحلوه فيها فن سبحان الخالق، يعني وكل مين هندس وحط يعني بهذا الفن أضاف له. فبس رجعت من موسكو ورحت على بعلبك، أنا رايحة على بعلبك قبل، شفت بعلبك بعين مختلفة، بعين أخرى كليا، وسقبت هيدي فعليا قلعة باخوس. مطرح ما أنا كنت واقفة كانت الساعة 12:10 بالضبط، مطرح ما كانت عم تمرق الشمس، مرقت مفوقي أنا ما دقرت فيي. بعدين رجعت عملت الحسابات وقريت أكثر عن بعلبك، ليش هودي، إنه بطبيعة الحال نحن بعدنا ما بنعرف الهندسات والإكويشنز المعمولة هونيك. فبهيدي التكة كان في ضوء هونيك، كان حتى اللون الموف إذا بدك مثل قديش الحجر كبير، قديش ضخم، قديش ثقيل، ما في شيء منه، كله خفيف. فصارت العوالم التحت عم شوفها مثل كأنه إنه من ربنا. فهيدا الشيء اللي حبيت إني إذا بدك حطه على لوحة، هيك مثل ما قدرت ما أشوف هالمنظر غير ما أنا أجيب أغراضي وبلش شغل.
شو حلو. يس. خلينا نحكي شوي معك أماني عن الأحلام الأخرى يلي تحققت. بدي أعرف شو أضافت عن جد موسكو لأماني الفنانة، وكيف تتركت موسكو، لأنه منعرف أنه في كتير opportunities للفنانين هونيك. ليه رجعتي؟ الحمد لله رجعتي، بس أنه كيف قدرتي ترجعي؟ قلب الفنان بهيك بيقله بدله. هلأ موسكو كانت أساساً حلم وتحقق، هي كموسكو كجامعة، غير اللي أي فنان بالنسبة لي حلو يعيش اللي عشته أنا أو أي حدا أي فنان عم بيعيشه هونيك. واحدة من الأمور اللذيذة اللي مرقت معي هي أنه سكنت مع رفقاتي هن موسيقيين، فكانوا يشوفوني دايماً عندي 6-7 ساعات سكتشينج، برسم، بسمع موسيقى، بسمع لباخ، رخمانينوف، تشيكوفسكي، بسمعون. فقالوا لي انه طب ليش ما بتروحي معنا تيرا على الاوركسترا؟ انا انه قلت لهم انه هذا ما انه سؤال، هذا جواب. عن جد؟ نعم. ايه طبعا. بعطوني الشنطه اللي هن بيلبسوها بيحطوا فيها الانسترومنت، حطها على ظهري وهي فاضي لحتى يفوتوني معهم. واقعد بالصف الثاني او الثالث حسب ما هن بيقدر يزبطوا لي اياها لحتى اقدر اعمل سكتشينج لا هن وعم بيرسموا. واو شو حلو. فبالنسبه لي اساسا الموسيقى وباخ وتشيكوفسكي هن بيعنوا لي كثير وبعلبك. بدي اسالك اكيد عن الرابط بين الفن صح. التشكيلي والموسيقى. بعلبك فعليا باخ هو رفيقه، فهيدي اذا بدك المستوى الموسيقى الموجود بالكون، هيدا اللي حاولت كمان ترجمه ببعلبك إذا بدك، فهو موجود وين ما كان. خلينا نحكي معك شوي عن الايزوليشن تكنيك يلي بتستخدميها، وبدنا نشوف صور أكيد لحتى توضح الفكرة عند المشاهدين. بدي أحكي معك أيضا بالترميم لللوحات يلي بتقومي فيه، منعرف أنه عمل صعب ودقيق. فخلينا نبدأ إذا بدك بالتكنيك ولا بالترميم؟ بدك يلا خلينا ترميم. يلا بأي طريقة بترمم أماني اللوحة وقدي دقيق هيدا الشغل، لأنه في شيء مفروض ما نفقده أكيد، وفي شيء مفروض يمكن يكون هيك أن رولياف أكتر أن فالور أكتر طاغي أكتر، ما بعرف شو اللي بيكون مخربه أو محي. صحيح. وصلتني لوحة تقريبا من شي 5 سنين من أستراليا، هي فعليا يعني انخزقت أكتر من مطرح لأنه بالطيارة ما عرفوا يتعاملوا معه. فمثل ما حضرتك تفضلت وقلتي هيدا هي أماني. صحيح. هيدا كانت قبل ما رممتها كانت بكذا مطرح، وكان فيها نصرات من الخشب، نصرات شوي من النايلون، كان شغل فيها كتير دقيق. لأنه إذا بدك نحن مثل ما كمان علمونا بالجامعة بروسيا، اللوحة بين إيدنا أو العمل الفني هو بيكون مثل طفل، ما نداويه كتير منيح، ما نكون كتير دقيقين معه، ضو من فوق من تحت، ما نشوف له الحرارة فعليا، الحرارة الغرفة نحن من إيصر حتى نعرف كون عم نشتغل. واو شو هالدقة. أكيد. قبل ما نشتغل منحطها قبل الشمس، ما منحطها قبل الشمس، هودي كلهم يعني أساسا هو علم كتير كبير ترميم. فهيك صارت اللوحة صح 100%. صحيح. شو شعورك انت وعم بترممي لوحة أماني؟ منعرف انه يمكن بس تقومي بعمل معين هيدا انجاز كتير كبير لإلك. صحيح. ولكن ترممي انجاز لفنان آخر. صحيح. هيدا انجاز بحد ذاته. صحيح. لح جاوب اول شيء من ناحية شخصية بالنسبة لي مثل كأنه جرح فيي وعم داويه بس على الرايق. عم بتطببي. صح. اما كلعمل لفنان آخر هو قديش انا عم بحترم فنه وشغله، قديش بدي حاول أنا أفهمه كيف عم بيشتغل، بدي أشوف تاريخه، بدي أدرس عنه لحتى أعرف أنا كيف بيشتغل بنفس الطريقة وما زيح هويته على جنب. Exactly. لأنه بالترميم نحن بس إذا بدك مثل أطباء فنية بهيدا الشيء. مثل ريتاتش. من هيك قلت لك يمكن شغل دقيق وفي شيء ما مفروض نفقده. صحيح. فما منجي محل الفنان أبدا، الفنان لسحب اللوحة يعني بيكون هو الأساس، ونحن ما نحافظ على كل شيء حتى فكرته. صعوبة كبيرة. أيه أكيد. نحكي عن التكنيك الثانية يلي بتستعمليها، شو هي هيدا التكنيك؟ انستوليشن. yeah. انستوليشن تكنيك هو إذا بدك انستوليشن هو مثل فكرة المنحوتة، مثل فكرة اللوحة. وهون بنجي للسؤال اللي سألنا من شوي. الانستوليشن هو فيها تكون أي عمل فني بالمطرح الصح.
يعني فيها تكون حبلة. نحن إذا عم نرسم حبلة منقربها على الأرض ما إلا وهرة، حبلة مشنقة مثلاً ما إلا وهرة، بس إذا منعليها عن الأرض هيدا الفراغ تحتها هو اللي بيعطينا هيدا الوهرة. فعم نحكي عن عدة ماتيريالز هون صح، ففي يكون لوحة صحيح أوكي. هو ريدي ميد، في يكون في شيء عم نشوف بالصورة صحيح مثلا هاد واحدة من الأعمال عملتها بتخرجي من الجامعة اللبنانية. هذه كانت فكرة مصغرة عن فكرة يعني أساسية كنت بدي أعملها. بعد في صورة تانية كنت إذا بدك عم جسد هيدي شو أول شيء بيخطر على بالك؟ ما بعرف ليش شايفة برين. صح، هو دماغ. okay. دماغ بس من حبل الليف، فعملتها من أو فكر أو جاي من فكرة المشنقة. قديش هو هالقد تقيل على هالقد خيط رفيع، فقديش نحن مسؤولين عن قراراتنا. wow. بالمطرح المعزول. شو حلو. يس، فهيدي فيها تكون هون محلها، ما بتلبق لها محل تاني، مش ما بتلبق، ما بتسم يعني، ما بتحاكي المحل محل تاني، بتكون معلقة ومعزولة فعليا. يس. يعني أنا كثير انبسطت تعرفت عليك وسمعت لك، لأنه أفكارك جدا رائعة وكثير حلو كيف في أبعاد لكل شيء منشوفه أو لكل شيء منحسه. كثير حلو نقدر الفن، كثير حلو كيف عم نحارب كل شيء بالفن مثل ما ذكرتي، وكثير حلو أنه بعد في ناس عن جد قادرة تعطي بالفن، والمتلقي عم بيكون هالقد فهمين القطعة يمكن. صحيح. وعم يعطيها قيمة وأهمية. صحيح. بدي لك يعطيك ألف عافية أماني حسن، وشرفتينا أكيد. ميسي. موفقة يا رب. Thank you. لحظات مشاهدينا، وبتكون بضيافتي مريم منصور وهي شيف اند فيتنس ترينر.